نبقى في الاستوديو كابتن نواف تميات، نحاول توزيع الادوار. اعذرونا اذا لم نكن عادلين. المدرب الجديد هذا كابتن نواف، اذا هي مواجهه ايضا بين بعض اللاعبين. اولا المواجهه الهولنديه روبن مع سنايدر. بكل تاكيد هي مواجهه بين لاعبين وبين خطوط في نفس الوقت. قوه الفريقين في خط الوسط، كامبياسو سيساند كيف وكما فعل في مباراه برشلونه، زانيتي لعب الان في محور الارتكاز حتى يكون لاعب قادر على استخلاص الكره بشكل اقوى من ستانكوفيتش اسرع. لكن المشكله اللي ممكن يواجهها فريق البايرن ميونخ هي في حال التنتون بادشتوبر على الجهه اليسرى ينتظرون مايكون امام لاعب كظهير عصري اشبه بالمهاجم ومسجل الاهداف، يجب انك تضغط عليه في ملعبه. هنا النقطه اللي ممكن تاثر على الفريق. كونتينتو لانه ادى اداء طيب على اعلى مستوى في الجهه اليسرى في اغلب المباريات من خلال عكس الكرات العرضيه او من خلال مشاركته القويه مع اللاعب اللي يلعب امامه. النقطه المهمه بالنسبه للفريق قوه فريق البايرن عند فان بومل شفاينشتايجر، هم من يدعوا روبن وريبري في فتره سابقه ومن يلعبون بشكل صحيح، لان قوه الفريق في استخلاص الكره وفي الاستحواذ على الكره. نقطه مهمه بالنسبه للبايرن اللاعب المفاجئ هذا اليوم، لانه روبن لن يجد المساحات تكمن، او اللاعب المفاجئ يكون هو مولر. بالنسبه لدور مولر اهم من دور روبن في مباراه مثل هذا اليوم، استغلال كثير من الاخطاء كما فعل بيكيه في مباراه برشلونه امام الانتر. استغل اخطاء الرقابه كانت موجوده على ميسي، كانت موجوده على لاعبين اخرين، فوجد فراغ من خلاله. هنا اهميه اللاعب مولر. نواف كابتن، مشكلة أيضا زانيتي، قلنا تقدم في السن، لكن رغم ذلك هناك تواجد، هناك حضور بدني قوي لهذا اللاعب. يلعب مباراة رقم 700، مباراة رسمية مع الإنتر، كيف يستطيع لاعب أن يبقى إلى هذا الحد؟ بالنسبة لي لا أبالغ بس إذا وصفت زانيتي من أفضل لاعبين العالم. بالضبط، من أفضل. بكل تأكيد من خلال ثباته على المستوى اللعبه وأكثر من مركز، وما يتحدث مختلفة، وما يتحدث اللاعب فيه دائما لغة خاصة فيه داخل الملعب. نشاهده في طريقة احترامه للخصم، لعبت أمامه مباراتين ودية كانه يلعب مباراه نهائيه. لماذا مارادونا؟ لماذا مارادونا لا يفكر فيه؟ هذا اكبر علامه تعجب واكبر علامه استفهام. اي منتخب خصوصا اكثر مني خبره الاخوان موجودين في كاس العالم، يجب ان يكون في قائد فني وقائد صاحب خبره، وهذا ما يتوجب فيه يتواجد فيه بالنسبه لزانيتي. وايضا كامبياسو كافضل لاعب محور ارتكاز من خلال هذه البطوله كلاعب قوي اضافوا الشيء الكثير بالنسبه لفريق الانتر. عدم تواجدهم هو خساره كبيره بالنسبه لهم. سؤالي كيف تستطيع ان تصمد الى هذا الحد؟ 700 مباراه رسميه مع الانتر، ماذا يتطلب هذا؟ هو نموذج. هو نموذج مثال الحفاظ على الخطر بالنسبه على بايرن ميونخ هي الهجمه المرتده من قبل الانتر اللي شاهدناها امام تشيلسي، اللي شاهدناها امام برشلونه، اللعب السريع من شنايدر في الكره العاليه احيانا، اختصار مسافه الملعب. هذه الخطوره بالنسبه على بايرن ميونخ على وجه التحديد، لان بايرن ميونخ يلعب ضغط في ملعب الخصم والفريق الانتر ينتظر في ملعبه ومن ثم يجد المساحات والفراغات. ايضا الحل بالنسبه لفريق البايرن، الحل الجيد هو التسديد من خارج منطقه الجزاء خصوصا من شفاينشتايجر، لانه لن يجد الفريق مساحات، فريق متكتل. الحل مثل هذه الحالات هو التسديد. الفريق يتقبل اهداف من الضربات الثابته كما ضد فيورنتينا وضد بوردو، او من اللعبات المنظمه كهجمه مرتده سريعه. كابتن نواف، لان هناك سرعه ايضا في هذه اللقطه من الحارس مباشره، لم يعطي الفرصه لبايرن ميونخ لكي يعود. ايضا عدم مسانده من محوري الارتكاز، فان بومل كان في مساحه كبيره بين محور الارتكاز ودفاع الفريق. شاهدنا فان بوتل عمل يحاول انه يعمل ليبرو، هو لاعب بطيء ما يستطيع انه لاعب ضد لاعب. باعتقادي تكررت هذه الكره بكثره هذه الاخطاء اللي تحدثنا عنها قبل الاستوديو، انها مشكله كبيره في فريق البايرن. فان بومل كان يجب انه يشكل مدافع زائد في مثل هذه الحالات خصوصا في الكرات العاليه. يستحق اليوم فريق الانتر الفوز، كان الاقوى في هذه المباراه. بكل تاكيد على مدى مجريات الشوطين ادى مباراه طيبه، اغلق المساحات بالنسبه للملعب، لعب على الهجمه المرتده بشكل جيد خصوصا في وسط الملعب. كامبياسو لعب مباراه رائعه في استخلاص الكره في مراقبه روبن، مساعده كيفو في الجهه اليسرى قبل خروجه، وتحسن الفريق بعد عوده زانيتي لوسط الملعب. المكتسبات بالنسبه لفريق الانتر او اي فريق كره قدم
لازم يبنى على عدة أضلاع ليست فقط المدرب أو اللاعبين. ما شاهدناه في الإنتر إدارة بقيادة موراتي تدعم المدرب بصفقات قوية، جهاز طبي على أعلى مستوى، جهاز في النواحي البدنية على أعلى مستوى، هداف على أعلى مستوى، هداف لاعبين في مختلف المراكز، لاعبين نجوم في قمة النضج الكروي. الآن أغلب لاعب النجوم الإنتر قدم موسم طيب، التضحيات هي لتجلب النجاح، هذا ما وضح على فريق الإنتر. أيضا في المقابل فريق البايرن قدم نفسه بشكل جيد، أدى مباراة أو موسم رائع جدا. الفريقين أو البايرن أيضا بني على شكل مؤسسة رياضية، الإدارة مطلب مهم جدا، وعلم الإدارة مطلب مهم في الفرق الآن، ليس فقط اللاعبين المميزين أو المدربين المميزين، هذا موضح من خلال هذا الفريقين اللي الجميع استغرب وصولهم لهذا النهائي. لكن من يتتبع الصفقات، على البايرن أيضا المحافظة على المكتسبات، ترميم خط الدفاع، المكتسبات بالنسبة للإنتر اللعب على سداسية، كابتن هدف ثاني كان قاتلا أيضا في عمق الملعب. ميليتو لعب بذكاء في الشوط الثاني، كان دائما يبحث عن فان بويتن لعمل لاعب ضد لاعب، وهذا ما ميز اللاعب السرعة. لو لاحظ ميليتو من أكثر اللاعبين اللي وقعوا في مصيدة التسلل من خلال كافة البطولة، لكن اليوم لعب بذكاء وتوازن، والفريق بشكل عام أتى كمجموعة من الجنود قتال داخل الملعب، وبالتالي تحصل على النتيجة اللي يستحقون. يعرف ماذا يريد من اللاعب، يعرف يوصل هذه الرسالة ويدرس الخصوم بشكل جيد. شاهدنا اليوم استخدام لتغيير الكيفو، وكيفو كان مع كرت أصفر، كان من الممكن أن يأخذ كرت أحمر، خصوصا نور روبن حتى المردود لم يكن بكل تأكيد، تغيير بانديف اللي وضع عليه مردود اللياقة البدنية صحيح، كل لاعب يأتي في اللحظة المناسبة، هذا أيضا سر من هذا الأسنان. نعود أيضا تفاصيل المباراة. كان من الصعب جدا على بايرن اليوم أن يحقق النتيجة أمام الخطة، مثل ما قال الكباتنة أنها خطة لم تكن تناسب أبدا لاعبي فان غال. باعتقادي الخطة وفق الإمكانيات الموجودة بالنسبة للاعبين، أوراق مختلفة بكل تأكيد، لكن بكل صراحة البايرن وصل لهذه المباراة بنفس الأخطاء، يعني الأخطاء اللي كانت متكررة في السابق ما زالت موجودة مع الفريق. الفوارق التكتيكية خاصة بين دفاعين الفريقين فوارق كبيرة جدا، من يستغل الأخطاء هنا الذهنية العالية بالنسبة لميليتو، بالنسبة لإيتو، بالنسبة لشنايدر، وجدوا أنفسهم في عمق أمام عمق مرمى بوت في أكثر من حالة في الشوط الأول. باعتقادي الفروق الواضحة في خط الدفاع فقط، فريق البايرن فريق جيد من ناحية الهجومية، وخط وسط من أقوى الخطوط، لكن في مباريات كثيرة كان يضغط على الخصوم في ملعب الخصم، ولا ينكشف الدفاع في كثير من المباريات إلا أمام لحتنا بعض الفرص صحيح، إلا أمام فرق بداية الشوط الثاني إلا بعض الفرق اللي فرص أكثر. بكل تأكيد أنا من يملك الحل، يوفيتش مع فيرنتينا ملك حل فردي أمام بويتن وسجل هدف من خطأ، أيضا روني أيضا في عمق الدفاع من أمام بويتن وسجل هدف، يعني هي استمرار نفس الأخطاء. باعتقادي الفريق بحاجة للمدافعين حتى تكتمل خطوط اللعب بين الوسط والمهاجمين، تكون نفس الخطوط بكل القوة. فرق كبير بين خط دفاع فريق البايرن وبين خط وسط وبين خط الهجوم، وهذا ما عمل الفارق، خاصة انك تلعب مع فريق من افضل الفرق في الوقت الحاضر تكتيكيا على اعلى مستوى. هذا الفرق الاول للانتر لعب بها بسهولة كبيرة. بكل تأكيد كان بإمكان احراز اهداف اكثر لو ركز على 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 اللعب، او لو اشرك بالوتيلي على سبيل التحديد، او لو شنايدر لم يتعرض الى الضرب في ولم يجهد. باعتقادي ايضا بالنسبة لفريق البايرن تشاهد الفارق من دكة البدلاء، تعرف الفارق من خلال دكة تكافؤ. بكل تأكيد لكن فان غال باعتقادي لعب على امكانياته، لا يستطيع أنه يكشف أخطاء الدفاع، يعني لا يستطيع أن ينتظر في ملعبه أمام فريق يملك الحلول الفردية يكشف أكثر، فيحاول الضغط من البداية ليستطيع أن يحرز هدف من هجمة مرتدة أو من كرة ثابتة أو من أوليتش. اليوم كما ذكر كابتن نبيل كان غائب عن أجواء المباراة، وهذا ما أثر على أداء الفريق في الناحية الهجومية. مولر تحسن نوعا ما لما لعب على الطرف الأيسر، تغيرت فان غال